الحقيقة طبعا أعتقد إنه كل الشغالين في المهنة بتاعت الصحفيين متعودين على نوع الهجمات دي اللي بتعلو وتهبط على حسب الظروف السياسية، لكن عندي أو في القضية اللي عليا موجودة في أخبار الأدب الموضوع غريب شوية، لأنه مش ملوش علاقة بالنشر الصحفي أو بالمقالات أو بالدائرة، لكن له علاقة كمان بحرية الإبداع. القضية غريبة شوية إنه في أغسطس 2014 يعني حوالي سنة ونص نشر فصل من الرواية بتاعتي في أخبار الأدب، وفوجئنا بعدها بعد شهور إنه في مواطن ما راح قدم بلاغ. هو لما قدم بلاغ ما قدموش كمان إنه حسد، يعني إحنا كل ما بنحاول نقفل ثغرة زي قانون الحسد نقفله تطلع لنا ثغرات جديدة. هو قدم بلاغ بصفة إنه لما قرا النقاط حصل له اضطراب ضربات القلب وإعياء شديد وهبوط في الدورة الدموية، وبناء عليه شاف إن هو وقع عليه ضرر، راح قدم البلاغ في النيابة، وفوجئنا بعديها بست شهور النيابة فتحت تحقيق في الموضوع ده. خلال ست شهور اللي فاتوا كان نبات يعني الأوضاع كانت هايلة أو رأي المحامين إن النيابة تحفظ القضية، لكن فوجئنا من حوالي أسبوع إنه النيابة حولت القضية لمحكمة جونة. مش بس كده، في شويه حاجات حتى الان فيها لبس بالنسبه لنا، زي ان النيابه مثلا مصره على التعامل مع نشر ان هو مقال مش روايه، وبالتالي مثلا الحياه بتاعه النيابه وقرارات قرار الحاله هو بيحاسبني انا شخصيا صفتي بطل الروايه، فبطل الروايه مثلا المفروض انه بيشرب سيجاره حشيش، ففي النيابه يقول المحامين ده كده انا ممكن اعمل قضيه حشيش لاحمد ناجي. تحس انه في مشكله اصلا انك تحاول توضح لهم انه دي يا جدعان روايه وخيال، فاسالك طب يعني ايه روايه ومسلسله؟ هي برضه حاسس بفاجئ لانه شايف في القاعه وعارف الناس حاكم استراق اديان وصحفيين بيروحوا نيابه عسكريه عشان تحقيقات، وانا يعني كاتب روايه بس مش عامل حاجه ضخمه ومقلقه للنظام قوي. اعجب كمان كان توصيف النيابه، هو مش توصيف يعني احنا هو صرف الصحفيين فقرات كده فيها بلاغة عجيبة قوي، زي انه الكاتب بيروج للشهوة الفانية واللذة السائلة، وما فيش شهوة فانية يعني. انا بحب اشكر طبعا النقابة على موقفها التضامني والحكام واللجنة ولام حاكم تفتيش، وبنأمل انه سواء في القضية بتاعتي او في قضايا تانية انه نلاقي حلول لقفل الباب ده. احنا طول الوقت بنناظر عشان تبقى في مواد في الدستور بتجرب وتلغي على الاقل عقوبة الحبس بالنشر، لكن دايما بنفاجئ بثغرات قانونية بتفتح الباب ده، ودايما كمان بنفاجئ انه جهات التحقيق بدل ما تاخد موقف منحاز حرية الرأي وحرية التعبير وحرية الإبداع المنصوص عليها في الدستور، دايما بتاخد موقف منحاز ضد ده.